تحياتي إلى جميع أصحاب السعادة المشاركين في الدورة 42 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة. أتمنى لكم ولعائلتكم وللمواطنين في بلدانكم كل الصحة والأمان في هذه الأوقات العصيبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19. يسرني أن أشارك في الدورة 42 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الذي يعقد بشكل افتراضي بسبب جائحة كوفيد-19. إن الهند هي عضو مؤسس لمنظمة الأغذية والزراعة، وقد اطلعت بدور أساسي منذ إنشائها، إذ ترأست الهيئات الدستورية واللجان المختلفة وشاركت في عضويتها. أود أن أتقدم بالتهنئة من منظمة الأغذية والزراعة على استكمالها 75 سنة مجيدة من الخدمة في سبيل الإنس البشرية، وذلك في 16 من تشرين الأول أكتوبر 2020. وأحياء للعلاقة القديمة العهد ما بين الهند والمنظمة، أصدر رئيس وزراء الهند شري ناريندرا مودي جي قطعة نقدية خاصة وتذكارية من 75 روبي تجمع ما بين مواضيع الإنتاج الزراعي والتغذية تحت شعار سيصنع نجم بلدنا إذا ما صوب مسار التغذية. إن إطار البرنامج القطري الذي أعدته مكتب الفاو في الهند بالتعاون مع وزارة الزراعة ورفاه المزارعين في حكومة الهند هو متوائم مع أولوياتنا الوطنية، وهو يعتمد أيضا نهجا متعدد القطاعات يشكل حاجة فعلية. لقد استفادت المنظمة من المخزون الواسع لدى الهند من المعارف، وهو مخزون يتم تشاطره على الصعيد العالمي ما بين الدول الأعضاء. وقد عملت الهند بشكل وثيق مع المنظمة، وقدمت الخبرات الفنية والمساعدة في حالات تفشي الآفات العابرة للحدود، ولا سيما منها دودة الحشد الخارفية والجراد الصحراوي. وأنا أقر أيضا بدعم المنظمة في دعم مقترح الهند لإحياء السنة الدولية للبقول في 2016، بالإضافة إلى إعلان 2030 السنة الدولية للدخن. لقد شكلت الزراعة أحد أهم قصص النجاح في حقبة ما بعد الاستقلال في الهند، فالثورة الخضراء والثورة البيضاء والثورة الزرقاء، بالإضافة إلى منظومة التوزيع العام ومنظومة دعم الأسعار للمزارعين، هي أمور غير مسبوقة في العالم، ونتيجة لرؤية صناع السياسات وعبقرية علماء الزراعة وعمل المزارعين، باتت الهند تعتمد على نفسها في إنتاج الحبوب الزراعية. والهند هي ثاني أكبر منتج لعدد من السلع الغذائية. لطالما شكلت الزراعة أولوية قصوى بالنسبة إلى الهند، ولطالما التزمت حكومة الهند برفاه المزارعين. لقد ألقت جائحة كوفيد-19 مزيدا من الضوء على هذا القطاع، وإن الهند معولة على مسارها العظيم من النمو في مجال الزراعة، سوف تواصل تبادل الممارسات الفضلة وبناء قدرات البلدان النامية الأخرى. وأشير بعين الرضا إلى أن القطاع الزراعي في الهند قد سجل أداء حسنا خلال جائحة كوفيد-19 الحادة، وسجل رقما قياسيا تاريخيا من الإنتاج، تمثل ب 305 ملايين طن من الحبوب الغذائية، وقد أسهمت الصادرات في الأمن الغذائي العالمي. وفي مواجهة جائحة كوفيد-19 المقودة للقوى في مطلع 2020،
اتخذت حكومة الهند بقيادة رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي جي الإجراءات السريعة على مختلف الجبهات لضمان عدم تأثر الجدول الزمني للزراعة بالقيود التي فرضها الإقفال العام. هذه المبادرات التي اتخذتها حكومة الهند قد ضمنت غرس المحاصيل في أوانها وتوفر المدخلات الزراعية بالإضافة إلى الحصاد وشراء المحاصيل بشكل ملائم. وقد اتخذت القرارات السياسية والتشريعية المهمة خلال هذه الفترة، وذلك لتحرير الأسواق الزراعية لتحويل الزراعة الهندية لما يصب في مصلحة المزارعين والمستهلكين. وتم اعتماد قطارات خاصة تتضمن منشآت تبريد وتسمى كيسان ريل، وذلك من قبل سكة الحديد الهندية لنقل السلع الأساسية بما يشمل منتجات البستنة سريعة التلف ومنتجات الحليب والألبان من مراكز الإنتاج إلى الأسواق الحضرية الكبيرة عبر المسافات الواسعة في بلادنا لإنشاء وضع يناسب الجميع أي المنتجين والمستهلكين. ولتحسين وضع العمال وتوفير الإغاثة لهم خلال جائحة كوفيد-19 أطلقت حكومة الهند رزمة برادان مانتري غاريب كاليان، وبموجب هذه الخطة تم توفير الحبوب الغذائية المجانية ل 810 ملايين مستفيد. واليوم في أيار مايو تم توسيع هذه الخطة حتى يواصل العمال الاستفادة منها حتى شهر نوفمبر تشرين الثاني. أكثر من 137 ألف كرور روبي قد تم تحويلها إلى الحسابات المصرفية لأكثر من 100 مليون مزارع، وذلك بموجب خطة PM كيسان، وذلك لتوفير دعم ل دخل المزارعين. أصحاب السعادة، إن الهند مدركة لالتزاماتها بموجب اتفاقيات التغير المناخي، وهي تتخذ الخطوات الفعالة في عدد من القطاعات لمكافحة التغير المناخي وللحد من آثاره السلبية. وقد أطلقت الهند عددا من المشاريع بموجب المهمة الوطنية المعنية بالزراعة المستدامة، وذلك لتطوير التقنيات الآيلة إلى زيادة قدرة الزراعة على الصمود أمام آثار التغير المناخي وتبيانها وتوسيعها. وتعزز الهند أيضا الزراعة العضوية على نطاق واسع. أنا على قناعة بأن جهود المنظمة التي لا تعرف الكلل بمعية جميع الدول الأعضاء سوف تعزز الإنتاجية الزراعية وتدحر الجوع وسوء التغذية، وبالتالي سوف تقطع شوطا طويلا لجعل المكان أو العالم الذي نعيش فيه أكثر أمانا وصحة. السيدات والسادة، شكرا لكم على حسن إصغائكم.